السلام عليكم بنات، مرحبا بيا في قناتي وقناتكم انوثه تيجي. عبالي غيبتها، بصح غابت وجبت لكم الجديد. ان شاء الله تكوني اول حاجه احس في احسن حال. شكرا لكم على التعليقات الجميله والرسائل في الخاص. البنات ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في احسن حال، ونبدو على بركه الله. طبعا كيما العاده والهواية جبت لكم حاجه روعه مجربه مني شخصيا، الثمن تاعها هايل، لكن سمعوا معايا مليح مليح قبل ما نبدا الفيديو ونقول لكم الحاجه هذه. واش اللي عندها جفاف في البشره كي دير فوندوتان ليكيد ولا بودغ ولا حاجه يبانوا لها القشور، اللي حابه البشره تاعها تجي فيها واحد الاكله، تجي فيها لمعه، تولي صحيه، تعالجها ويروحوا لها القشور، تقدر ديرها مام في النهار يعني مع الشمس ما اثرش، بالعكس تحميلها البشره تاعها. هذا الكريم اليوم جبته لكم يدير غير 80,000 في بعض الولايات. طبعا تبسه بعيده بزاف يجي كلش غالي. في بعض الولايات كما الوسط العاصمه كذا هادم يبيعوا رخيص، خلاص قال لي البنات بلي 65-70. فتفضلوا معايا نفهمكم على هذا الكريم والفوائد تاعو. اليوم جبت لكم لاكريم هذه البنات اللي هي خصيصا للبشره الجافه المتقشره ولا الدهنيه المختلطه، يعني يكون فيها جفاف وفي نفس الوقت يكون فيها دهون. وثاني حاجه واش هي، وحده حابه تشري في نفس الوقت مرطب وتقدر تستعمله كحمايه لبشرتها، وديريه ايضا في النهار وتخرجي به نورمال ما يكحلكش البشره تاعك ما ياثرش عليها. فاليوم جبت لكم دياديرمين الغاز، لانه دياديرمين فيها زوز الوان، فيها الفيغ للبشره الدهنيه اللي تكون فيها الدهون، وعندكم هذه اللي هي الغاز جايه البشره الجافه. حبيت نقول لكم فقط انه انا بشرتي دهنيه مختلطه، فبالتالي عندي الاماكن اللي تكون حذا الفم وكذلك الجوانب ولا الخدود، ساعات كي تبدل عليه الجو ولا تبرد يجفوا لي يديروا لي قشور يعني، وتبان القشور حتى مهما رطبت بمرطبات عاديه ولا تجاريه ما تعطيني حتى فايده. لذلك اليوم حبيت نتقاسم معاكم، ها هي نقرب لكم لابواط باش تشوفوها مليح. دياديرمين الغاز هنا البنات حابين نعرفوا الفائده تاعها الاولى واش هي. اولا تحميلك البشره، ثانيا ترطبها يعني تعمل على ترطيب البشره بعمق، ثالث حاجه وشي تقدري تخرجي بها في النهار نورمال جدا، يعني فيها بروتيكسيون، هاهم كاتبين فيها بروتيكتور، ها هي ايدغاتي. كذلك ما تضرش لابو تاعك من سونسيبل، لانه انا بشرتي حساسه. شوفوا البنات راهم كاتبين فيها، دقيقه نعمل لكم زوم، كاتبين فيها بو سيش اي سونسيبل، هاوليكم تدراتي وكذلك تحمي. بالإضافة شوفوا واش كاتبين ليكم باللي 89% لانغريديون تاعها دوريجين ناتوريل، بمعنى بيو، يعني الناس اللي راهي كيفي انا بشرتي حساسه كما نقولوا احنا ما تتحملش المواد الكيماويه كذا، فهذه باهيه ليكم بزاف. اول حاجه تجربتي انا معاها كي درتها البنات واش حسيت، ومن بعد راح نحل لكم تشوفوا لابوات من داخل. هذه الماركه اللي هي فرنسيه اصلا، ودير قلت لكم هنا في تبسه ب 80,000. اول حاجه كي درتها حسيت بواحد النعومه روعه، وثاني حاجه ما اثرتليش على البشره، ما حسيتش لا بحكه لا بوخز، لانه انا لابو تاعي صح سونسيبل يعني تتاثر بزاف. فبالتالي كيما قالوا صح راهي للبشره الجافه وكذلك الحساسه وكذلك اللمعه، ما نحكي لكمش البنات تعطيكم واحد اللمعه تهبل. ايضا كاينه حاجه مهمه بزاف، انه لا كريم تاع ليدراتي لابو ولا يرطب البشره احيانا يديروه ثقيل، يعني ثقيل على ماي فكي تحطيه على بشرتك يطول باش يشرب، فبالتالي كان كنت خارجه ولا حد ديري فوندوتا ولا حاجه راح تحصلي فيه. لا هي هنا لا كريمه هذه دايرينها خفيفه على البشره، وراح نوريها لكم من الداخل الكميه تاعها وكذلك الشكل. فيها 50 ml، ها هي ليكم، وهنا هذه لاباط، وهذه من داخل البنات، هاي ليكم الشكل تاعها باش ما يعني ما يكلحكمش ولا نبيع لكم وحده ماشي اصليه. هاي ليكم الكميه كبيره جدا لانها خصيصا للوجه. تقدروا ايضا ما تنسوش البنات اللي عندهم كحوليه في الرقبه تاعهم يعني وحابين يحموها بعد ما يديروا علاجات، تقدروا ترطبوا بها وتحموا بها ايضا الرقبه تاعكم. راح نشوفوا التكستير تاعها او القوام من داخل كيفاه مداير. شوفوا البنات هاوليكم، ما فيهاش الفازلين. للناس اللي راهي تقول مثلا كذا الكريمه فيها الفازلين اكيد راح تسود لكم البشره، كذا الدنيا ماهيش بارده، لا ما فيهاش الفازلين، راهي خدمينها. هاي طاحت معليش شوفوا البنات بالخوف 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 تشربها البشره، هاي ليكم شوفوا ما تبقاش الريحه تاعها روعه، جايه ريحتها كعاطيه على ورد،
رائحة جميلة، وكذلك تحافظ لنا على البشرة تاعنا وتعطينا ترطيب عالي. هاوليكم ما بقتش اصلا، يعني ما تقلقوش رواحكم. وانا هذه هي الحاجة نكرهها في الكريمات، كي تكون يعني كريمة شغل هكا تقلقني كي تكون ثقيلة على البشرة تاعي. اذا البنات كريم يدير 80,000 وين متوفر؟ على بالي حتسقسوني السؤال الاسطوري، وين متوفر ليندا؟ تلقوه متوفر في الكوسميتيك، وديما هذه الامور اللي تكون طبيه ما تشوهاش من عند الكوسميتيك، اشرا من فارماسي عفوا، متوفره في لافارماسي ومتوفره ايضا في الكوسميتيك. اذا كنت تعرفي بلي الكوسميتيك يعني انسان هكا ثقه اشري من عنده، لكن انا بالنسبه ليا اشري من عند لافارماسي خير. اذا ودير 80,000 تبسه، دير 65 في الولايات الاخرى، الحجم نتاعها 50 ml، تستعمل في النهار وكذلك لا تؤذي البشرة وتسبب لها الاسوداد، لانها خصيصا راهم كاتبين لها بروتيكتور. فيها نوعين، انا بالنسبة لي شخصيا باش ما نكذبش على اخواتي استعملت الغاز، لانه بشرتي والتميل الى الجفاف في اماكن معينة، بالاضافة انها حساسة. فاذا انت بشرتك حساسة وجافة ولا مختلطة، ننصحك انك تجيبي هذه الغاز. اذا عندك تجربه مع الاخرى اكتبي لنا في التعليقات ماذا بينا نستفادوا. كاينه حاجه، كاينه حاجه مهمه، بزاف ناس يخلطوا ما بين الكريم ادراتونت وما بين حوايج تخرجين في الوجه. واحده مثلا تقولك انا درت الكريم الفلانيه خرج الحب، انا عملته مش عارف ايش. لا، الحبوب اذا خرجت معناها انت المكونات تاع هذه الكريمه ما ساعدتكش، مش معناها انها هي خرجتك الحب، لا، لانه ساعات انا نشري حاجه تكون مليحه وطبيه ولكن تخرج لي الحب ونحس بوخز وحراره. علاش قلت لكم انا كي استعملتها المره الاولى درتها ما سببتليش حتى مشكله، بقيت ناكد لكم. لذلك كي تكون عندك يعني ايفي منها او كاش ما خرجتك حاجه منها، اعرفي بلي اي مكون في هذه ما يخش عليك انت خصيصا، مش هي اللي خايبه، فهمتوا؟ لكن انا بالنسبه لي نضمن لكم بلي بشرتي حساسه ملتهبه يعني، وكما قلت لكم عاد تجف لي بزاف في الاماكن من الشمس ولا من البرد، فاوتتني. استعملوها راح تلاحظوا انه البشره تاعكم لامعه نقيه، فيها واحد الترطيب عالي، وكذلك تشربها لابو بالخف، بالخف يعني ما تسببلكش الازعاج. وايضا تقدري تحطي فوق منها اكرون سولي نورمال وتحطي فوندوتان تاعك، يعني في الصيف استعملها بكل امان. اوكي، وكاين طبعا كريمات اخرى جربت من ارخص من هذه، راح نزيد نحط لكم، وقريبة راح نحط لكم واحد الحاجه صدقوني غير ب 15,000 مي، راح تنبهروا من نتيجة يعني اليوم ولا غدوة نحطها لكم. حاجة غير 15,000 مي النتيجة تاعها امبوسيبل تقولي تاع 15,000. هاي تهلوا في روحكم بنات، وما تنسوش لي جيم وتبارطاجوا مع حباباتكم هذا الفيديو باش يطلع، والسلام عليكم.